السلام عليكم. اليوم عندنا واحدة العملية واحد السيد جبنا واحد البيسي ستان بيسي ان بيسي اكرو ان بيسي اكرو مارك اش بي مارك اش بي. هاد البيسي هذا شراه بلا سيبور بلا قاعدة. علاش يوقف هاد البيسي هذا؟ بغي يخدم فيه على مكتب على ان بيرو، وبغينا نصوبوا له واحد القاعده علاش يوقف هذا البيسي فوق المكتب او فوق البيرو. اول حاجه غنكتشفوا بعدا كيفاش لاصق السيبور ديالو، كيفاش غنخدموا على هذا السيبور هذا باش نركبوه له، او هذه القاعده باش نركبوها له باش يبقى واقف، باش يجينا واقف مستقيم او مايل على حسب داكشي اللي بغينا. اول حاجه غنكتشفوا هما لي سيبور ديالو دوريجين اللي هما هادو، باش غادي نفيكسيو عليهم هذيك القاعده اللي غادي نقلبوا عليها. اول حاجه لاحظت انه عنده جوج ديال ليفيس جربنا لقيناهم ام كات، ميتريك مزيانين يعني ما كاينش المشكل. ثاني حاجه لاحظتها هي ان هذا لو سيبور هذا عنده ان فيس دو بلوكاج. هاد لي فيس دو بلوكاج هادو تيعاونوا ان هادي فاش تجلسي يمكن ترجع غير بشويه، اولا الا رفعنا الفيس بزاف يعني كترجع بواحد السرعه كيف كتلاحظوا كترجع بسرعه. اذن هادو سو سون دي زامورتيسور تيخفضوا السرعه او كيكثروا الاحتكاك باش هذا ما ينزلقش بواحد السرعه كبيره. اذا غادي نحاولوا نخدموا على هاد الجوج ديال لي سيبور ونشوفوا شنو عندنا، وكنا نادابطيوه اولا يجينا في هاد الماد عادي، ويكون عندنا راكب على واحد القاعده اللي هي صحيحه باش ليكرو توقف مزيان على المكتب. اول حاجه غنمشيو نقلبوا على شنو عندنا. اخواني يلا تبعوني باش نشوفوا شنو غادي نلقاو عندنا هنا. هذا ستوك تلوح فيه كاع المسائل اللي نقدر نحتاجها واحد النهار، تنجمع هنايا بزاف الحوايج تقدر تبان لكم تقريبا بحال الزباله، ولكن كاينين حوايج هنايا اللي يمكننا نستغلوهم او نعاودو نستعملوهم. فور اكزومبل هنا عندي ديجا واحد لو سيبور ديال التيلي، سيبور دو تيلي، ولكن هذا السيبور هذا ما تنظنش غادي يخدم لي داك ليكرون، ما يخدمليش داك ليكرو. نقلبو واش كاين شي حاجه اخرى. سيبور دان بروجيكتور صعيب باش نادابطيه، صعيب باش نركبو. موتور سيبور ديال التيلي ديال سميتو لي ريسيبتور نيميريك، حتى هو ما باليش اش غادي نقدرو نديرو به، فيه بزاف ديال الخدمة. ممكن والو هنا دي زارتيكولاسيون ديال هاد لي سيبور هادو، سيبور ديال بروجيكتور كاينين دي زارتيكولاسيون هنايا ولكن مغيخدمونيش. كاين هادا هذا سيبور ديال تي في، هاد سيبور ديال تي في يمكن يصلح لينا ونحطوه معانا باش نشوفو واش نقدر ندير بيه شي حاجة. هما دي زاكسيسوار دو فيكساسيون، باغ اكزومبل هاد الطرف هذا، الطرف ديال إن راي ديال كاش ريدو، ديال الألمنيوم. با
بون بلا ما نزيدو نضيعو بزاف ديال الوقت نخدمو على هذا ونشوفو شنو غادي يعطيونا من بعد. الا خصنا شي حاجه نرجعو نقلبو عليها ان شاء الله. الاخوان صايبنا هذا السيبور هذا ولكن بيني وبينكم ما عجبني شيء لان فيه بزاف ديال السودور وفيه وحتى لانكليزون ديالو جات مايله بزاف واخا راه واقف دروه وشاد راسو مزيان ولكن اون فوا ملي كتهبط ليكرون كيجي ناعس بزاف اولا ملي اولا جا في هنايا في الدروه جا مهزوز بزاف. انا ما بغيتش هاد السباس هذا كامل يكون مهزوز هنايا مهزوز بزاف ما بغيناش يجي مهزوز يكون اسو نيفو ديال هاد لاطابل هادي ما تبانش هاد هاد السيبور هذا ما يبانش من القدام يكون او نيفو ديال هاد لاطابل هذا يكون دروا دونك اون انفيزاجي باش نزيدو نهبطو هادي دونك هاد السباس هذا اللي هنايا خصو يكون قل من هادشي وهاد لانكلينيزون هادي تكون كبر من تكون صغر من هاد لانكلينيزون هادي هاد الزاوية اللي عطيناه هنايا تكون صغيرة ما تكونش كبيرة بحال هكا باش ما يجيش انكليني بزاف. دابا غادي نعاودو هاد السيبور دي نوتر مانيير. انا ما عجبتنيش هاد الخدمة ميم واخا انا اللي درتها ما عجبتنيش هاد الخدمة دونك غادي ندوزو لحاجة اخرى ان شاء الله. اخوان كيما كتلاحظو هنايا بدلنا لا ماتيير درنا ان بليكسي كلاس ديال 6 مليمتر اللي غادي نحاولو نبليوه او نطويوه على حساب واحد الخط تراصيناه باش نبليوه كان خاصنا نستعملو لا شالور اما نستعملو ان شاليمو او لا نستعملو لي رشو باش نبليوه غير البلياج ديالو يكون شويه صعيب ديليكا دونك خصنا نمشيو معاه غير بشويه حتى نبليوه على حساب لونغ اللي بغينا وفيرا ميزير حنا كنبليو بحدنا حنا كنبليو وحنا كنحاولو نزيدو نسخنو شويه باش نوصلو للبلياج اللي بغينا. كما كتشوفو العمليه تقريبا كتم بسلاسه وصلنا النيفو اللي بغينا ديال البلياج او الزاويه اللي حددناها. اذا دابا غيبقى لنا نصبروا عليه باش يبرد او نعاونوه في التبريد ديالو وغيب شويه. اخوان بعد ما عاودنا هذه الخدمه هذه درنا هذا البليكسي كلاس اللي بلينا كاين واحد لافيبليس اللي كان كتمشي وتجي هذا ليكرون كتمشي وتجي ما بغيناهاش حنايا ستحيد الخدمه. دابا عجبتني جات مقيه مزيانه من بعد ما غادي تصبغ هذه في لونوار عندنا لو سيبور هنا دوفيرتور ها هو كاينه فتحينا ديال لوفيرتور انها تطلع شويه ليكرون يمكن لها تحل كلها. وعندنا هذا غادي نديرو له واحد جوج ديال الدعامات جوج ديال الدعامات هنايا وغادي يكونوا عباره على اون طول اللي غادي نبليو غنكوديو في هاد لا فورم هادي وغادي نديرو لا فيس هنا
وفيس هنايا عاوتاني هنايا فيس هنايا وفيس هنايا باش نرونفورسيو هادي. ومن الاحسن هاد لونغل هذا هاد لونغل يعني ماشي ضروري يتبع هاد لا فورم هادي، ولكن على الاقل يكون شاد من هنايا لهنايا باش هاد لو موفمون هذا نقصوا منه ما يبقاش غير بار سيكوريتي لا تمشي تهرس لينا من هاد الجهه هادي. دونك حنا غادي نقسموا هاد الطوله هادي غنقسموها على جوج باش نصوبوا دو بيس. بقاو معنا. فوالا اي لا طول فورمي. خلينا درنا انونغل هنا اللي ما مشاش حتى لهنايا وانون بيتي طونغل هنايا باش نفيكسيو هادي هنا ونفيكسيوها هنايا. دو توت فاصون هنا غادي نقطع هنا على حساب هادي ميم شوز هنايا. دابا بعدا واحد شويه سيكوريزينا هاد بارتيكولاسيون هادي باش ما تهرس ليناش قلنا هاي التركاب. دابا شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.